ما انا مش حباها، ازاي انت بعتيني وانا عندي ما كملتش حتى الشهر؟ انت بعتني ب 5000 جنيه، تخيل تخيل ان هي بايعاني ب 5000 جنيه. انا دميانة، عندي 26 سنة، من اسكندرية، من محرم بيه. انا عشت حياتي طبيعية خالص، زي اي بنت عايشة مع مامتها واهلها، وعادي مفيش اي حاجة. فجأة بقى عندي 15 سنة، لقيت حد ظهر في حياتي انا معرفهوش، بس عرفت ان هي والدتي. فلما عرفت ان هي والدتي انا طبعا مش فاهمه ايه لما انا اكون امي دي، ودي انا طلعت لقيت دي امي، وفجاه لقيت دي مش امي. فبرضه اضطريت ايه اسال واعرف. فلما سالت وعرفت ان هي مش والدتي، فنفسيتي تعبت، ان ازاي امي تطلع مش امي وانا بنت واحده عشت معاها من صغري. ابويا ميت وانا عندي سنه، وسابني مع امي انا وهي عايشين مع بعض، يعني لحد ما كان عندي 15 سنه. بعد كده اصادم بحد جاي يقول لي ان هو امي، فبرضو انا ما بقتش عارفه اعمل ايه، نفسيتي اتدمرت وبقيت تعبانه نفسيا. ايه اللي حصل وقتها من والدتك الاساسيه المفروض ان الاول قالت لي كذب، وبعد كده قالت لي لا هي دي حقيقه، بس هي اللي عطتني ليكي، وانا فعلا ما كنتش بخلف بقالي 25 سنه، فعشان كده هي خدتني ربتني وتعلقت بيا. كمان ان اول ما هي خدتني جوزها توفى وانا عندي سنه، اللي هو ابويا اللي انا منسوبه ليه في بطاقتي اساسا، هو ده اتوفى. فالست برضو لما حست خلاص الموضوع اتعرف، حبت تعرفني، قالت لي لا هي والدتك، بس ده اختيارك انت، عايزه تروحي لها روحي لها، عايزه تقعدي معايا اقعدي معايا. هنا نفسيتي تعبت وبقيت خلاص متدمره، وبقيت عايزه امشي مش عايزه اقعد معايا. ليه نفسيتي بقى تعبت ان انا عايزه امشي؟ ازاي قاعده في مكان وفجاه مش بتاعي، ودي ولا امي ولا دي حياتي ولا دي ديانتي ولا دي دنيتي؟ فبقيت عايزه امشي. فهم برضو كانوا بياخدوني يودوني مستشفى عند دكتور مشهور جدا، طبعا رامز بدواني، دكتور رامز بدواني بومباستير في برج العرب. قعدت عنده سنه ونص ما بخرجش، لحد برضو انا باخد علاج، انا مش مريضه، انا بس تعبت نفسيا في الاول ان هي دي والدتي ظهرت. فجاه لقيت لما هي ظهرت لازم اتعب، فتعبت شويه، لكن مش ان انا تعبانه نفسيا مجنونه. رحت قعدت في مكان مجانين وانا مش مجنونه، قعدت سنه ونص بقيت اخد ادويه انا مش من حقي ان انا اخدها. فلما طلعت من هناك بعد سنه ونص بالعافيه، ان انا نطيت كمان عشان اطلع. خرجت ازاي؟ نطيت ومركبه شرايح ومسامير، نطيت من دور رابع عشان اهرب. اول ما كنت بقول عايزه امشي كنت باخد ابره وبكتف وما ينفعش امشي، وخلاص انا بطلت ذات نفسي اخاف اقول عايزه امشي. ومين وقتها اللي كان متولي بيه ويصرف عليه في العلاج؟ في الكنيسه، الكنيسه هي اللي متابعه مع الدكاتره، عشان هو دكتور مشهور ومش اي حد يروح عنده غير اللي يكون مقتدر اساسا. فهي الكنيسه اللي كانت متوليه الموضوع ده. ففجاه برضو لما انا قلت عايزه امشي وهربت ونطيت وكده، الناس اتلمت وكده، وعرفوا ان والدتي في اسكندريه وكده. ركبت ونزلت على اسكندريه، بس كنت ايه نازله طبعا متجبسه، عشان انا قلت لحضراتكم ان انا نطيت، فنازله متجبسه. فوصلوني بعربيه لحد والدتي، خدتني المستشفى، جبستني ورجعتني، عشت معاها لحد مثلا ايه ما فكيت الجبس. وبعد ما فكيت الجبس بقيت عايزه امشي تاني، كل ما يقعدوني عايزه امشي تاني. فهي برضو حرام، هي كانت بتعمل معايا كده، كانت بتفكرني ان انا ممكن حاجه تحصل لي فكده. فهي برضو كانت خايفه عليا، ان هي اكتر حد كان بيخاف عليا لحد ما ماتت، كانت بتخاف عليا. وانا يعني هي والدتك اتوفت، اللي هي اللي كانت مربياك اتوفت، بس اتوفت 30/4/2016. 2016 ايوه. كان عندك كام سنه؟ كان عندي 20 سنه. وبعد كده أيوة. عملت ايه؟ عشت بقى كنت عايشه في الشقه عادي، قعدت 40 يوم لحد ال 40 بتاعها. جه ابن عمه مامتي، طبعا هو مقاول كبير في محرم بيه في اسكندريه، مقاول ومقتدر جدا جدا، يعني احنا يعتبر كنا غلابه بالنسبه له انا ومامتي، عشان هي مامتي كانت شغاله في مستشفى. فلما مامتي ماتت هو طبعا عنده على العماير بتاعته بوابين وغفره وكده، جاب لي اتنين وجه. ففجاه قال لي امشي من الشقه، وانت مش بنتنا، وانت يعني انت مش مننا، انت مسلمه واحنا مسيحيين. ايوه هم كانوا عارفين، هم طردوني في ال 40 بتاعها.
بعد 40 يوم من وفاتها. بعد 40 يوم من وفاتها هو جاب ناس وشدوني بره وخرجوني وانا ما بقتش عارفه اعمل ايه. ووالدتك الحقيقيه اللي ظهرت بعد 15 سنه ما انا مش حباها، ازاي انت بعتيني وانا عندي ما كملتش حتى الشهر؟ انت بعتني ب 5000 جنيه يعني. تخيل تخيل ان هي بايعاني ب 5000 جنيه وان هي كانت بتيجي من الست تاخد منها فلوس وانا صغيره. بعتك للست المسيحيه ب 5000 جنيه؟ ايوه. وانا طفله كان عندي ما كملت الشهر وعشت معاها لحد 15 سنه وفجاه ظهرت لك والدتك الحقيقيه. بس قبل ال 15 سنه دول هي كانت بتيجي، يعني هي كانت بتيجي لامي. ما كنتش عارفه. ما كنتش اعرف، امي كانت بتقولي هي ست غلبانه واحنا يعني بنساعدوها، فانا ما كنتش اعرف ان هي فعلا غلبانه ولا هي دي امي، بس انا كنت بخاف منها. فعامه انا كبرت بعد يعني قبل ال 15 سنه دول انا كنت ببقى زعلانه ليه؟ زي اي بنت صغيره، اي بنت صغيره زي زعلانه من ايه؟ ان عيال خالتي كلهم عينيهم خضراء، شعرهم اصفر، انا الوحيده اللي سمراء مش شبههم بمعنى اصح. فكنت بقول لوالدتي ليه ماما انا شعري مش اصفر زيكم؟ ليه يا ماما عيني مش خضراء؟ ليه مش بيضاء؟ تقولي اصل انت شبه ابوكي. فعشان هي كانت بتقولي كده عشان انا ما زعلتش، فاهم؟ انا عشان ما ازعلش. فلما ظهرت الست دي في حياتي انا فعلا انا نسختها، انا يعني الست دي انا وهي اكني فوله واتقسمت نصين بجد. يعني هي انا، اللي يختلف بينا ان هي غامقه شويه، هي اغمق مني شويه. وعندي اخت، عندي اخت اصغر مني، اصغر مني بسنتين، هي طبعا رحمه وانا دميانه. وعندي اخ اسمه مصطفى. يعني بص انا دميانه ورحمه ومصطفى، هما الاثنين مسلمين وانا الوحيده اللي مسيحيه، عشان انا الوحيده اللي اتبعت، انا الوحيده اللي مش عارفه ليه عملت معايا كده. انا عندي ان هي كانت تعيشني معاها وتنام بيا في الشوارع واحسن ما تديني لحد وتخليني في ديانه مش بتاعتي. هي كده ظلمتني ان انا دلوقتي ولا عارفه اطلع بطاقه ولا عارفه ابقى مسلمه، ماليش دومن، ماليش حد. هم مش هم مقتنعين انا مش بنتهم يا استاذ. كانت عامله ازاي بعد ما والدتك المسيحيه توفت واسرتها واهلها طردوكي بما ان بقيت متدمره؟ بقيت متدمره. ازاي وعملت ايه في حياتك؟ عشتي يعني عشت وقت كتير، عشت وقت كتير من غير حد. بقيت عند صاحبتي دي شويه، عند صاحبتي دي شويه، لحد ما ظهر حد في حياتي. اضطريت بقى خلاص انا هروح فين؟ هروح من هنا شويه من هنا شويه. بقيت لما لقيته في حياتي قلت خلاص انا هتجوزه وهتستر، وفي نفس الوقت انا اتجوزته من غير ورق عشان اتستر. اروح فين طيب؟ ما انا بنت يعني من طول حياتي، بقالي من ساعه لما امي ماتت وانا مطروده من الحياه، فلما صدقت لقيت حد يرقف بحالتي. فلما لقيته رقف بحالتي عشت معاه، عشت معاه يعني قعدت معاه 7 شهور. ولما قعدت معاه 7 شهور دول فجأة هو عارف ان انا حامل، وبقى يديني برشام ان انا سقط، ويجيب لي ابر اخدها. مفيش حل يخليني اسقط، ليه؟ ان هو لما كان بيديني الحاجة دي انا مش كنت بسقط، ان مفيش حاجة كانت بتحصل لي. مهما يديني برشام ومهما يديني ابر ما كانش حاجه بتحصل لي، لحد ما هو قال لي نعمله عمليه. انا ما رضيتش، انا قلت له لا اخاف، انا ماليش حد، اخش عمليه ازاي؟ انا معيش ام ان انا اخش عمليه. بقيت فعلا خايفه ان انا ازاي اخش عمليه. انا وافقت بالبرشام ووافقت بالابره عشان قلت ايه، لو انا كملت مثلا في الحمل هو ممكن يمشي وممكن يسيبني ويمشي، فانا هعيش مع مين؟ هعيش ازاي؟ هصرف منين؟ هقعد فين؟ وبعد كده عملت الحمل تم الحمل تم ولدت. قعدت اشتغل بقى وناس تساعدني، بصراحه ناس ياما ساعدتني، ناس ياما ساعدتني ان انا اعمل العمليه واولد. وولدت في مستشفى خاصه طبعا، ولدت في سهله في اسكندريه في محرم بيه، مستشفى سهله مشهوره جدا. بس اللي وقف جنبي حد كويس، حد اللي خلاني اولد في مستشفى خاصه طبعا. وانا بولد معيش اي ورق يثبت شخصيتي ولا يثبت شخصيه الطفل اللي هو جاي ده. فطبعا جالي اختار ان انا لازم الاختيار اللي انا ولدت بيه لازم يجي الاسم ياخدني. ما هو ما فيش حد بيولد من غير ورق، واللي تولد من غير ورق لازم يتعمل لها محضر، صح يا استاذ؟ فانا اتعمل لي محضر من المستشفى. فلما اتعمل لي محضر من المستشفى الاسم جه عشان ياخدني، فالاسم اتعاطف بحالتي اساسا. الاسم اتعاطف بحالتي، ما رضاش ياخدني، اخد الاختيار بس وقال لهم تخرجوها. وفعلا انا خرجت والاختيار بتاع الورق بتاع ابني مش معايا في الاسم، بس انا ماشيه بدون ورق وابني ما طعمش ولا تطعيم. ابنك عنده قد ايه؟ سنه وست شهور. سنه وست شهور وانا شغاله، انا برضو هعمل ايه؟ هجيب منين؟ اعمل حاجه غلط؟
خلاص انا مش حيه اعمل حاجه غلط، امشي في غلط، لا مش همشي في غلط. انا رحت اشتغلت في محطه الرمل وبقيت شغاله اشتغل بالمناديل في المستشفيات قدام الدار الاشاعه قدام هنا، بقيت اشتغل هعمل ايه؟ هجيب منين؟ ما انا معايا طفل عنده سنه وست شهور مش عارفه اعمل له ايه، هصرف عليه منين؟ اهو معايا اسمه مازن. مازن هو احلى حاجه في حياتي اساسا ان انا حسيت ان انا ليا حد مني، انا ماليش حد. ولما جبت ده مش عارفه اطعمه، مش معايا شهاده ميلاد، مش عارف. مازن 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 كلم عمه، كلم عمه. وعيل يعني انا اتظلمت في حياتي بس على الاقل انا ما رميتهوش زي ما هي رمتني، انا اترميت انا اتبعت، لكن انا قلت لا اكسر عليا بيت اشتغل، عمره ما اخليه يجرب اللي انا جربته. بينك مواجهه بينك وبين امك الحقيقه لما ظهرت؟ لا مواجهه. قلت لها قلت لها قالت لي هي الظروف ما عشتيش الحياه اللي انا عشتها. الظروف ايه اللي تخلي امك ده بنتها وهي تطلع؟ لا وانا كبيره وانا الكبيره. يعني ليه اخوات لسه اصغر مني مصطفى ورحمه. هما فين دلوقتي؟ يعني رحمه متجوزه ومعاها ولدين مصطفى ومالك، واخويا عنده 14 سنه قاعد مع باباه. انت اختهم محدش عمل حاجه معاك او حاجه؟ لا اختي بتجيلي ويعني بنروح ونيجي على بعض، بس بصراحه انا مش بحس ان هي اختي بامانه، انا بقول الصراحه هي عشان انا ما عشتش معاها وهي كمان مش حاسه ان انا اختها، بس تشوف الصور انا ومامتي واختي احنا ثلاثة شبه بعض، بس الفرق ان اختي اضخم مني شويه وهي اصغر مني. فانا دي حياتي ودي دنيتي وانا مش عارفه اعمل ايه، واللي انا بس بطلبه من المسؤولين مش عايزه اي حاجه من حد، مش عايزه اي حد يساعدني في حاجه غير ان انا اعمل تحليل دي ان ايه لابني ان يثبت ان ده ابنه فعلا، واعمل حاجه تاني ان هو يبقى معايا ورق امشي بيه. عايزه تثبتي نسب الطفل لابوه بس، ويبقى معايا شهاده ميلاد ابني وبطاقتي، ومعايا ورق ان انا امشي بيه ابقى شغاله، واحده شغاله واحده. بالنسبه للديانه بما انك ان انت مثلا اما انا عايزه اغير 10 سنه مسيحيه. ايوه ما انا عايزه اغير الورق ليه؟ انا عايزه انت عايزه تبقى مسلمه. انا عايزه ارجع ديانتي وانا واحده مسلمه وبقيت مسيحيه. طب انا خلاص عرفت كمان من وانا صغيره، لدرجه ان انا من وانا صغيره بقيت البس الطرحه واقعد بيها مع امي المسيحيه. امي تقول لي دي حياتك وانت حره فيها، خلي بالك اكتر حد في حياتي عمره ما قال لي لا ما تلبسيش طرحه، لا ما تعمليش كده، لا زي هي اكتر حد كانت بتقول لي لا دي ديانتك ودي امك وفي يوم من الايام انت هتروحي لها. وفعلا قبل ما هي ما ماتتش غير ما شافتني، ما يعني قبل ما تموت قالت لي لا انت هترجعي لامك، هي امك ودي حياتك. خدي بس قالت لي انت هترجعي لامك ودي امك ودي حياتك. فانا فعلا لما هي جت تواجهني انا ما بقتش حابه اقعد معاها، ان انا بقيت كارهاها. حد باعني؟ ازاي باعك وانت صغير وهتروح له وانت كبير؟ صح ولا لا؟ ايوه عارفه مكان زوجي وعارفه مقر العمل بتاعه وعارفه مكان اهله، بس هو كل ما اروح له ممكن اخره استاذ يعطف عليا بحاجه للولا، يعني يديني اي فلوس كده انا معيش غيرها وخلاص هيعمل معايا ايه؟ فانا مش عارفه اعمل ايه في نفس الوقت، مش عارفه اعمل ايه، اروح فين؟ وعيل مسؤول مني ياكل ويشرب ويلبس، وانا الوحيده اللي انا مسؤوله منه ان انا اصرف عليه واكله واشربه، هجيب منين بقى يا استاذ؟ تمام. يعني انت طلباتك دلوقتي عايزه تغيري؟ انا عايزه اغير ديانتي وعايزه ابقى مسلمه وعايزه اعمل تحليل دي ان ايه لابني اثبت ان هو ابوه، عشان انا عمري ما المناديل هتجيب لي يعني ان انا اعمل له تحليل دي ان ايه. انا ما اجر شقه وعايشه فيها، عايشه بالعافيه، عايشه بجمع ايجاري بالعافيه، ده انا لو يوم جبت 100 جنيه بقول الحمد لله عشان اكل الولد زي ده، وفي ناس بتساعد عشانه، انا عمري ما حد هيساعدني غير عشان ابني، وانا مش طالبه مساعده من حد غير عشان ابني، تحليل دي ان ايه وحد من المسؤول يغير لي ديانتي، وانا مش بكذب، ولو حد المسؤول عايز يسال عن حكايتي هيعرف ان انا كل كلمه بقولها صح، انا عندي 26 سنه. ودي انا معيش اي ورق، معيش اي ورق غير شهاده ميلادي دي، ان انا مش عارفه اطلع بطاقه اساسا، ما عنديش ضامن. هما ناس بيقولوا لك انت مش ابننا، طب ازاي يجوا يضمنوني؟ مش عايزين يضمنوني، انا معيش غير دي، ماشيه في الدنيا بشهاده ميلاد، حتى معيش شهاده ميلاد لابني زيي. عارف لو معايا شهاده ميلاد ابني ممكن اكون يعني عايز اغير ديانتي بس، وانا بصرف على ابني والحمد لله ربنا هيكرمني. انا بقول طول ما انا ما بعملش حاجه غلط انا واثقه ان ربنا هيقف جنبي. مش هقول لك يا استاذ بصلي كل يوم، ومش بقول لك ان انا بصلي الوقت بوقته، لا انا لما بكون انا بشكي ربنا اي حاجه بشكيها لربنا.
همي ده كله لازم احكيه لربنا. كل يوم لما ارجع من الشغل بقول الحمد لله يا رب، اشكرك يا رب ان انت عطيتني اللي انت بعت لي حد يبعت لي رزق الولد ده، هجيب منين يا استاذ؟ ومعيش غير شهادات ميلاد، معيش حتى من ساعه لما ماتت امي وانا ما خدتش معاش ليها ولا اخدت اي حاجه، يعني ما خدتش ولا جاني من حد، انا اللي بصرف على نفسي، وفجاه بقيت في مسؤوليه اكبر، معايا طفل مش عارفه اعمل له ايه يا استاذ، مش عارفه اعمل اي حاجه خالص، انا محتاجه حد مسؤول يرف في حالتي بس يساعدني عشان الولد ده، مش عشاني، مش عشاني انا، انا مستعده يحصل لي اي حاجه بس المهم اغير ديانتي وابني اعمل له شهاده ميلاد عشان هو ما يتظلمش زي ما انا اتظلمت. انا اتظلمت وابني دلوقتي معايا بس مظلوم، هو ابني انا، انا ما بعتهوش ولا عمري هبيعه، افضل لو هنام بيه في كرتونه في الشارع هنام على ابني، لكن عمري ما هبيعه وهثبته، هثبته وهطلع له شهاده ميلاد غصب عن اي حد عشان هو ابنه، هو ابنه، وانا عامل ايه؟ طيب هجيب منين؟ إيه؟ مش مقتدر ان انا اطلع له دي ان ايه، هو مقتدر اللي يطلع له دي ان ايه بس مش عايز، يقول لي لو تعرف عنده مكن، هو يعتبر بيصلح باجيهات وتكاتك ومكن، وهو عنده مكن وساعات بيروح الساحل يأجر للناس باجيهات وكده في الصيف يعني، وبياخد مكان في الساحل ان هو يأجر المكن بتاعه والباجيهات والريس وكده، يعني هو مقتدر وعنده مكن ومحل بتاعه في محرم بيه، هو مشهور جدا يعني ان هو بيصلح مكن ودنيته مظبوطة، واسمه احمد طماطم، هو اسمه احمد طماطم مشهور جدا في محرم بيه بتاع مكن، شغال بتاع مكان يا جماعة، والله انا مش بكذب عليكم وفي كل كلمة انا بقولها انا بتكلم صح، عشان انا ماليش حد يساعدني، انا لجأت لأي حد، اي حد يوصل مشكلتي للناس، الناس تعرف مشكلتي، عايزة حد يوصل لي، عايزة حد يقف جنبي، يقف جنبي ليه؟ مش عشاني، عشان ابني، نفسي اطلع له شهادة ميلاد، اهم حاجة شهادة ميلاد ابني، ابني مظلوم في الدنيا، مظلوم في الدنيا ان انا مش عارفة اطلع له شهادة ميلاد، وفي نفس الوقت عيل عنده سنة ست شهور ما طعمش تطعيم غير كبد وباقي وانا بولد، عيل عنده سنة وست شهور ما طعمش تطعيم غير كبد وباقي، انا دفع حقه، دفع حقه عشان انا محدش هيخليني اديله اي تطعيم غير بورق، هروح فين بقى اجيب ورق منين لعيل شبه ده؟ انا مش عارفة اعمل ايه، عايزة حد يقف جنبي، بالله عليكم يا جماعة اللي يقدر يساعدني ان انا اعمل تحليل دي ان ايه لابني عشان يعيش وعيشة كويسة، نفسي ادخله مدرسة، انا ما بعدي من قدام مدرسة بعيط، بعيط ليه؟ عشان اقول هو عيل زي ده مش هيخش مدرسة، هيفضل مثلا مظلوم في الدنيا، يعني انا عايزة ادخله مدرسة، ببقى بمشي جنب المدرسة بعيط، يعني بشوف عيل ماشي بشنطة بقول هو ابني ده مش هي مثلا مش هيخش مدرسة زيه زي اي عيل، اعمل ايه؟ اروح فين؟ اعمل ايه؟ محتاجه حد يساعدني، وانا بطلب من المسؤولين ان حد يرقف بحالتي ويقف جنبي ويسمع صوتي ويغير لي ديانتي، يعني اهم حاجه ديانتي، ان انا عايشه في حياه مزيفه لحد النهارده، انا عايشه في حياه مزيفه مش حياتي ولا دنيتي، ماشي خلاص انا عرفت ان انا مسلمه انا عايزه اغير ديانتي، مش هعرف، بيقول لي انت روحي الازهر والدراسه وكلام من ده، انا دلوقتي واحده ببيع مناديلي يا جماعه، هروح ازاي ازهر ودراسه؟ كل ده مش عايز مصاريف، كل ده مش عايز حد يقف جنبي يغير لي ديانتي، اعمل ايه؟ اجيب منين؟ اروح اشحت عشان ابني ولا اشحت عشان اغير ديانتي؟ لا اشحت عشان ابني صح ولا لا؟ هجيب منين؟ شكرا لكم يا نانا، اعترف مشاركة في السبب، ان شاء الله نحاول نوصل صوتها لأي مسؤول يقدر يكون مساعدتها، ان شاء الله ربنا يوفقك دايما. امين يا رب، امين يا رب يا استاذ يا رب، انا مش محتاجه حاجه من الدنيا غير ان انا اعمل له تحليل دي ان ايه واغير الدينا بس كده، كتر خيرك والله يسترها معاك بصراحه، وانا نفسي صوتي يوصل للناس.